إذا بتسمعني أقول لك ما فيش علاج بيزعلوا. هو علاج هلا في علاجات كتير نزلت، فهمت علي كيف؟ بس طبعا أولا بطيئة المفعول وأسعارها مش رخيصة وبطيئة المفعول، يعني ما بحسوا الأهل، بس الغرقان بتعلق في أشي شو بده يسوي ساعتها. في أدوية كثيرة لها علاقة في بعض المواد النيور أسيتيلكولين، يعني في هاي لها علاقة، بس الأدوية بطيئة ومرتفعة السعر ومش مضمونة. يعني تيجي تقول لي يعني الأهل لو بيجي بقول لك أوكي يا سيدي مستعد أدفع الفوقية والتحتية إذا في علاج. طب شو يعملوا أهل المريض الزهايمر أو الخرف؟ هلا بده هذا خلينا نقول الزهايمر بشكل، هلا بده طبعا بده الشخص يضل مراقب عليه 24 ساعة. اثنين هلا بيساعد الشغلات. هل مكلفة انه يكون عندك ممرض 24 ساعة بالبيت؟ طبعا مش هينة. مثلا اذا بدنا نسأل دكتور هون بالاردن تكلفة هذا الخيار، لانه الممرض يا سيدي قديش ممكن يكلف عائلة ممكن يستفيدوا منه؟ مش شغلة هينة، لانه هلا الممرض بده 8 ساعات يقعد الممرض، ما تأخذ الشغل 8 ساعات ثلاث شفتات، مش شغلة هينة. 8 24 ساعة العفو تلاتة. يعني ما تعرف هي 24 ساعة. اثنين بالإضافة لذلك بدك واحد يكون عنده القدرة، من مش جاي بس مشان الراتب، لأنه هاي شغلة مزعجة ومش كل بتحمل، فهمت علي؟ يكون فعلاً من قلبه إنه بده عنده الديفوشن، عنده الحلال والالتزام. أما مش مشان جاي مشان الكم قرش، لأنه إذا ما فيش عندك والله لو يعطوك 10,000 دينار بالشهر وما فيش عندك بتصير تعطيه. إذا بتدير ظهرك كيف الممرضة أو كيف النيرس أو عندها شيء؟ في عنا هيك ممرضين مختصين في لا بد لا في بس ما حكيت لك، بس هذا بده يكلف، بدك تعرف. يعني ممكن ناخذ فكرة، إذا عندك فكرة عموما ممكن قديه تكون تكلفة هيك إشي على مريض بحاجة للرقابة؟ والله صعب أحكي لك قديش، لأنه 24 ساعة أما مش شغلة هينة بس عم نحكي بالألفات طبعا، بدك ليش ولذلك مرات شهرين. كانوا بيلجأوا في القطاع العام صعب تاني يقبل، إلا إذا واحد بتلاقي يعني عنده نفوذ أو شغلة هاي ممكن يحطه في مستشفى في القطاع العام. كثير كانوا نلاحظ إحنا في بعضهم مثلا لما يكون واحد ذو نفوذ يجيب أمه ولا أبوه يحطه في المستشفى. نقول هل الواحد ممكن يهون عليه؟ يعني هلا شو بصير؟ ما هو الكلام مش سهل كتير، بس اللي بصير الواقع مرير جدا. الواقع مرير، بصير البيت ما بتحمل من ألم عيشة جهنمية. الزوجة لا تتحمل، يعني الواحد بتحمل أبوه وأمه، أما لما تكون الزوجة غريبة لا تتحمل. مثلا بتلاقي وليش عندي فلان مش فلان، بصير بدهم يقسموا الأب مثلا بين الخوات، أنت أسبوع أنت أسبوع أنت أسبوع، بصير فلان وهاي زوجة وجيزان منها. فلان يقبل يعني شغلة معقدة. طيب في عنا منظمات هلأ إذا بدنا نفيد الناس، في عنا هون بالأردن مؤسسات او منظمات او دور رعايه محترمه بتسمح بالعنايه؟ بدها امكانيات. هلا في امريكا في هذا الشيء هون بالأردن ضعيفه الا اذا شغله بفلوس، وهي بفلوس مش الكل بيستطيع عليها، لانه قلت لك كل شيء بده ماده. انسى غير الاكل والشرب والتنظيف وما الى ذلك، في انه ناس يراقبوا يعطوا الدواء ويعطوا، وهي مكلفه مش شغله هينه. هلا في الغرب مرات في شيء اسمه ميديكير وفي ميديكاب، يعني في شيء للتامين تابع، وهذا وفي شيء الدوله مسؤوله عن هاي الشغله. الدوله طبعا فعلا هذا الكبير حفظا لعمره لكبره لكرامته فعلا لازم يكون هدول الكبار مسؤوليه عن تبريده، هذا يعتبر هذا وهي هناك. ولذلك الدوله مثلا انا بتذكر في بريطانيا بتخسر. احنا في عندنا هذا الشيء بالاردن انا لا ضعيف ضعيف في بس ضعيف في ضعيف. ما هو شو حكيت لك بدك تعمل وين ممكن باي مراكز مستشفى البشير يعني ولا عن طريق وزاره الصحه ولا هلا في مراكز تابعه مراكز للعناية كيف المراكز هلأ في عندك مراكز للعناية بالمعاقين، عناية بالكبار، كيف بيقدموا لها الناس هون عن طريق مين وين بيروحوا؟ هاي هلأ في المراكز هاي كثير منها تتبع وزارة الصحة وفي تتبع الخدمات الطبية هاي عن هاي الطرق بدها تقدموا كيف. بس زي ما حكيت لك لأنها مراكز محدودة والأعداد محدودة بتلاقي شو بيقدروا ياخذوا 40 50 واحد هون 40، يعني صعب كتير. هناك لا في مراكز كتير، ما هو بكل شيء عدد وعده.
كل شيء عدد وعده. يعني انت هلا حاط فنجان شاي هون وفنجان شاي هون عددنا اثنين، هذول الاثنين بكفي. اما اذا 10 بدفعناش، بدنا 10 فناجين شاي مثلا. انت بتروح على مكان فيه فنجانين بس، بيروحوا 10 على فنجانين طبعا. فبيجوا بيشكوا، كيف هلا بيجوا بيشكوا من اطباء القطاع العام انه كذا كذا، لما تلاقي مثلا في البشير ما تاخذنيش بهجوم هالعدد المخيف، طب شو عالج المسكين هالدكتور هذا؟ مع انه الاردن يمكن اكثر بلد عربي متقدم طبيا، يعني احنا الاوائل يمكن عدد ما هو عدد عده. يعني احنا هلا في القطاع الخاص مثلا بيجيك المريض، هل بتشوفه بتعطيه لانه عارف العدد كذا. اما في الحكومه هذول جايين لما يشوف بالله يحط له 50 ولا 70 مريض، طيب شو بده يسوي هالدكتور هالمسكين؟ يعني احكي له دخيل حتى طاقه الطبيب انه يشخص، لو قال له صباح الخير، لو قال له صباح الخير مثلا، هي راح الموعد. ولذلك التامين الصحي مش شغله هينه، بدك تعطي المريض حقه، اذا بدك تعطي حقه مش بس في الدواء، في هاي المصاحبه، هاي اهم. الدواء اخر شغله، مش مشكله الدواء، مش المشكله الدواء يعني. انت حبتين هالدواء بتيجي بتعطيهم لابنه ولا بنته ولا هاد، تفضل هي. بس لما انت خايف على شخص انه يعمل عمله سودا في حاله او في احد حواليه، يعني طبعا هون يعني كانه عندك قنبله موقوته في المنزل. اولا بتخاف على نفسه، على نفسه وعلى غيره وعلى اللي حواليه، على حواليه. يعني هذا يعني ساق سياره يا سيدي الفاضل وراح بدون ما قلت لك، فيش حدا اذا ما راقبه حدا بيطلع حط هالمفتاح وراح خبط له بشغله ولا عمل له شغله او قتل الناس. الا صراحه مين من المشاهير تعرض للزهايمر؟ عندك الرئيس الامريكي ريغان. ريغان هذا ريغان يمكن من اشهر هذول. وفي ناس كتير، وفي ناس طبعا بضلهم مخبيين عليهم لانه بتعرف بيعتبروها نوع من الاستيغما انك طبعاً تحكي عنها هون، يعني عيب. ثقافة العيب بالمجتمع، هاي ثقافة العيب في المجتمع. فيعني الشغلة معقدة مش شغلة هينة. اما اهم شيء الان باللي عنده الزهايمر لما تكون في المراحل المتقدمة، العلاج جزء بس في المصابحة، التمريض، العناية البيت، لانه اهل البيت ما بيقدروا يصمدوا. هلا ممكن تيجي تقول يا اخي لازم كذا، انت التنظير سهل انه لازم، بس بالفعل بهلك بالضبط. هو راح eventually يعني او بالاخر بلاش نقول يرفع الراي، راح يرفع الراي وراح يستسلم. معنا اتصال. جميل تفضل. جميل الو. ايوه تفضل. مرحبا، اهلا وسهلا. لطفا ان نحكي مع الدكتور رشيد. تفضل يا استاذ. تفضل. مساء الخير دكتور رشيد. يا مساء النور، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ اهلا يا باشا. بعرفك دكتور رشيد من الزرقاء. اهلا وسهلا، يا مرحبا. لا بس بدي يعني اسال سؤال عن شغله بتختص بالموضوع. تفضل. اللي هو في الهرمون، هرمون السعادة بنقول له، اللي هو السيروتونين. اي نعم السيروتونين. السيروتونين هو له علاقة في الخرفنة او الشغلة زي هيك، وهل هو له علاج دائم اذا كان منفصل؟ ايش هو الخرف يعني؟ هل يعانى هذا يعني بنقاس في مختبر مثلا معين مثلا؟ هلا انت قصدك يعني انه هرمون السعاده هل هو بيساعد على علاج الخرف؟ هرمون السعاده اللي هو انتم بتحكوا له السيروتونين. هذا شو له علاقه في الموضوع الحلقه وشو علاجه؟ يعني تحكينا كلمتين عنه يا سيدي. هذه مادة السيروتونين هي هاي كانت في الاكتئاب مثلا، بيصير عدم توازن بين مادة السيروتونين والمادة الثانية اسمها السيروتونين، بس ما لها هلا وقياسها. وتلاقي أدوية الاكتئاب بعطوا من مادة أنتي المادة هاي، بس هاي ما لها علاقة هون وهون. لا ما لها رابط مع الخرف. هذا له علاقة أكتر عزيزي أدوية سي جميل. الاكتئاب ما لها علاقة قريب، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. معنا اتصال ثاني، أحمد من عجلون. تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. مسي عليك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. الله يعطيك العافيه. بدي اسال عن مرض الباركنسون. عن مرض الباركنسون. عشان الرعاشي يعني. يعني هذا المرض اول شيء يعني هو مسبباته ايش؟ ايش توصل للعلم يعني في منه شفاء او العلاجات اللي بتخفف منه هي بتخليه يرجع الى نسبه المرض؟ مش عم نسمع يعني ولا بتوقفوا محله وبيؤدي للخرف او لا؟ يعني
يا سيدي مرض الباركنسون هو سمي هذا المرض على اسم اللي اكتشفه باركنسون، وهذا بيصير عدم توازن في مادتين هيك لما اكتشفوا فكر انه عدم توازن في ماده اسمها الدوبامين مع ماده اسمها الاسترالكولين، ففكروا انه اذا اعطينا دوبامين او هاي حلينا الامر. على اساس بعاجوا بالليبودوبا يسلم تومك اللي هو السينمت كان اشهر دواء، بالفعل اعطوه تعرف فعمل ثوره هو في الاول انه كيف العلاج، ولكن ثبت انه مش هو هذا العلاج. فكرنا انه هو فكر لما اخترع الدواء هذا انه خلص قضينا على الباركنسون، لا الان مش لهالدرجه هاي. وطبعا العلاجات هاي خاصه السينمت لابد الاستاذ اللي سال بيعرف هذا اشهر دواء لهذا. بس بيساعد هذا السينمت بالنسبه للباركنسون؟ بيساعد كثير بس لحاله ما بكفي مرات، خلينا نقول بيأجل. لا هو المرض الباركنسون له بعض الشغلات، الشخص بيمشي زي الرجل الآلي الرعاش، تعرف تسكا يعني مشيته ضعيفه، حركته ايديه رجليه ضعيفه، بتلاقي زي ما حكيت كيف الرجل الآلي بتلاقي بسكبس هذا. فهذا الأدوية هاي ساعدت لا أخفي. هلا في علاقة بين الباركنسون والشو بسموه الخرف؟ طبعا في علاقة، في نوع من أنواع الخرف اسمه باركنسونز ديمنشيا يسلمتم أو خرف معروف هذا. فإحنا في الخرف هذا بدك تعالج الأساس، الأساس اللي هو الباركنسون. احتمال كبير لما تحسن الباركنسون السيمتوم والصاين تاعت الباركنسون يقل المصاحبة له اللي هو الخرف تبع او البارك. ممكن اجله بس الباركنسون ما في له علاج. له علاجات؟ لا في علاجات. لا ممكن نخلص هون مش واحد ممكن لا مريض لا 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 كيف السكري؟ كيف السكري تيجي تقول له في ما في دواء للسكري وخلص صباح الخير بس يمكن اتعايش معه. بتتعايش معه. فالباركنسون له علاجات كل يوم بيطلعوا، بس العلاج الاشهر هو هذا الماده هاي اللي حكيت لك لها علاقه في الدوبامين والسينمت. وهلا ببلشوا هلا بحطوا مواد، بخلطوا بعض المواد الاخرى معها كنوع من الكوكتيل في نفس الحبه على اساس هذا. بس في ناس لما يطول بتصير الشغله مش شغله هينه صدقا، وبضل بتنقل المريض من طبيب الى طبيب الى طبيب.